طيب طالما بقى بنتكلم على المدربين، احنا معانا مدرب وعزيز علينا كلنا سواء كان مدرب او مدير فني، وكان عمل ناشئين كتيره جدا في النادي الاهلي، وهو الدكتور عمرو ابو المجد. دكتور عمرو ابو المجد عاوز يقول لك مساء الخير ويتكلم عليك شويه. دكتور عمرو. علاء ميهوب اصغر من المجموعه معايا بسنتين. في يوم انا بعمل التمرين معايا فرقتي، والكابتن السايس كان ماسك الفرقه الاصغر هي فرقه علاء، وخلص تمرينه ولقيته جالي بعد التمرين قال لي يا دكتور عمرو في مجموعه من الاولاد اللي جت في الاختبارات وانا شفتهم كذا مره، وبصراحه هم عندهم كوره وبتاع بس اجسامهم صغيره ومنهم اللي مش هيكمل وبتاع. فانا قلت، كان السيس الله يرحمه كان يعني راجل عنده ضمير جامد جدا يعني، قال لي انا قلت عين تانيه تشوفه، وانا جالي مشوار للبنك دلوقتي، فبدل ما اقول لهم يجوا بكره ولا بعده انت شوفهم وقول لي تقرير ان شاء الله عليهم. قلت له اوكي. خلص التمرين، بعد التمرين خدتهم، كانوا مجموعه من الاولاد نزلوا في التقسيمه، فلقيت ولد منهم قصير بس لعيب كويس جدا، كوره عاليه جدا، وبعدين سريع يعني اهم ميزه يرقص ويفوت محدش يلحقه. طب انا عايز ايه؟ فقلت الله، شفت الولد ده كذا مره وبعدين ندهت له. اسمك ايه؟ علي علاء ميهوب. كان صغير قصير كده. قلت له تعالى في النادي الاهلي؟ قال لي انا بحب النادي الاهلي وجيت كذا مره وكذا ومش عارف ايه وبتاع. قلت له طب انت هتبقى لعيب كويس ان شاء الله، انا هقول للكابتن سايس عليك، يعني انت اللي في المجموعه دي كلها. خلص التقسيمه واستنوا، الكابتن سايس راح البنك ورجع بنك قريب، فجي قال لي ايه العيال؟ قلت له بصراحه انا معاك في كلهم ما ينفعوش بس الا واحد بس. قال لي الا واحد مين؟ قلت له الولد اللي هناك ده. فبص عليه كده قال لي الولد ده كويس بس جسمه صغير. قلت له خده على ضمانتي، الولد ده هيبقى له شأن كبير مش في الفريق الاول، الفريق الاول وفي المنتخب. قال لي انت قلت له انا بقول لك لان في الميزات الجميله اللي انت تتمناها في لعيب صغير، انت عايز ايه اكتر من لعيب نمره واحد؟ سريع بيعدي كويس جدا، مهاري عالي جدا، لياقه بدنيه ما شاء الله، عنيد، عنده اصرار، لما بيتكلمه عنده شخصيه قويه، يقدر يقول لك انا طموحاتي كذا، لا انا هلعب في النادي، انا هلعب كذا، انا احب اللعيب اللي بالشكل. خدته واديته للسايس، شافه مره واثنين وثلاثه في وسط البتاع، ابتدى علاء ايه يظهر سنه ورا سنه ورا سنه، شهر شهرين ثلاثه، ست اشهر سنه، السنه الثانيه طول شويه. مع الطول ده رجليه طولت، ابتدى برجله يزيد اكتر، سرعته عدت، ابتدى علاء يندمج بقى كاساسي في الفريق. راجل سيس قعد معاه فتره بيعتمد عليه في وضع الخطط بتاعته، بيعتمد عليه في الاختراقات. علاء ميهوب في ميزه كمان جميله جدا ان هو في نص الملعب مش هباك يخدم، لا هباك يخدم ثم ينطلق. عنده حته الانطلاقه دي يعني دي اللي بتميزه عن اي هباك شفته في مصر الحقيقه يعني. بينطلق ويقدر يعدي من واحد واثنين ويجيب جول. يمكن الدكتور عمرو ابو المجد لما بيتكلم علاء بيقول كلام مهم جدا. ان ممكن يبقى لعيب كويس قوي وحجم جسمه الصغير ده ممكن يتقلش من او ما ينفعش في، انما لما يكون واحد دارس وعارف كويس الناشئين ويصمم على لعيب صغير وجسمه صغير. عشان كده انا بقول لكل المدربين سواء لمدرسه الكوره او للناشئين والكلام ده كله، في لعيبه كتير قوي طبعا هو ممكن يمشي وممكن ما يمشيش بالزبط. عشان كده محتاجين الصبر شويه على اللعيب. دي حقيقه. وزي ما قلت كابتن مصطفى في بدايه الحلقه مع حضرتك ان يعني بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى دكتور عمرو هو اللي اكبر فضل عليا بصراحه، ان هو اللي اختارني